السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم إيماني التالي التجميل والطبخ، ومرحبا بالناس الجداد اللي أول مرة كتشوف القناة ديالي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك، كيجي رائع غزال فن كيحمق، والطريقة ديالو بالتفصيل وأسراره في الانتفاخ. بقوا معايا وبقوا مع المقادير. غادي ناخذ واحد المول وغادي ندير فيه التمر والزبيب. انا هنايا خديت 7 الحبات ديال التمر وجوج معالق كبار ديال الزبيب، قطعتهم مزيان. غادي نزيد عليهم 2 معالقات ديال الدقيق الابيض، وغادي نبقى نرمل فيهم باش يوليو ليا حبه حبه، باش ما يجيونيش معجنين في الكيكه. نزيد عليهم نصف كاس ديال الكاوكاو محمر ومهرمش ومحيد له القشره، ونصف كاس ديال اللوز حتى هو محمر ومهرمش ولكن غادي نخليه بالقشره ديالو. حتى هما غادي نرملهم مزيان باش يدخلهم داك الدقيق ويبقاو ليا حبه حبه في الكيكه. وغادي نزيد عليهم الشوكولاته الابيض اختياري، ممكن تعوضوا بالشوكولاته الاسود. وخديت المول ديالي دهنته مزيان بالزبده باش ما تلصقش ليا. غادي نكوب نصف الخليط، النصف ديالو غادي نخلي النصف، وغادي نبدا ندير في المكسرات. ما ديروش المكسرات من البدايه باش ما يهبطوش وما يتحرقوش وما تفش ليكمش الكيكه. صافي غادي نبدا ندير في المكسرات، وغادي نزيد عليهم ثاني طبقه ديال هذا الخليط ديال الكيكه وندير المكسرات، وغادي نبقى هكذاك حتى نكمل الخليط ديالي والمكسرات اللي عندي. بالنسبه للطهي ديالها خاص الفران يكون سخون مزيان على درجه الحراره 150، وغادي تشعلوا ليها غير من التحت حتى طيب لكم. تقريبا انا خدت ليا واحد ساعه الا ربع حتى طلعت مزيان، عاد باش شعلت عليها واحد 10 دقائق من الفوق غير باش تحمر ليا. ولا كان عندكم الفران ديال الغاز غادي تنقصوا عليها مزيان، وغادي تشعلوا عليها من التحت، وغادي ديروا واحد اللاطه ولا شي طاوه من تحت منها باش ما تكونش العافيه دايزه ليها مباشره، وغادي تخليوها حتى تطلع مزيان عاد باش غادي تشعلوا عليها من الفوق باش تحمر لكم. ومن بعد ما خرجتها من الفران انا خليتها بحال هكذاك، عجبتني بحال هكذاك. ممكن تزوقوها بالشوكولا ولا باي حاجه بغيتو، كتجي بنينه كتجي لذيذه كتجي كتحمق، عجبتني بزاف. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش تابوناو معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله.